بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. الفترة كده أنا خضت تجربة صعبة جدا مع اليوتيوب، وإن أنا أنشئ قناة على اليوتيوب اللي أنتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي لأجل حظكم اللي مش كويس. المهم يعني قعدت أجيب بقى كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، فيديو حلو على فيديو ترند ولخبط الدنيا. المهم جات لي لحظة كده وقعدت مع نفسي وقلت يا أبو حميد، أنت مجالك مش هنا، أنت مجالك التجارة الإلكترونية. وقلت يلا بينا اتعلم بقى التجاره الالكترونيه، وقعدت ادور بقى على الكورسات الرايقه وتحمل ايه وما تحملش ايه. لقيت كورس تجاره الكترونيه او ان انت تعمل متجر الكتروني على اليوتيوب او على موقع من المواقع، تقريبا كده مساحته 6 جيجا. وقعدت اتفرج بقى على اشي بطرس غالي، على مش عارف محمد الكويفي، على مش عارف مين. المهم بقى يعني اغلب المصادر لقيتها بالانجليزي، وانا علاقتي بالانجليزي يعني الحمد لله زي المصريين كلهم، احنا كلنا علاقتنا بالانجليزي انتوا عارفين. المهم جبت بقى الكورس، حملت 6 جيجا. عارف يعني ايه تحمل 6 جيجا في انترنت بتاعنا هنا في مصر؟ حاجه سهله جدا، يعني خليها تعدي على خير، حاجه سهله جدا، يعني الموضوع سهل خالص. 6 جيجا كده ايه يعني يوم ولا اتنين انت قاعد قدام النت ويفصل عليك شويه وتبدا من حاجه سهله خالص، يعني انا بقول لك ما تاخدش التجربه. المهم جبت الكورس، طبعا بيبقى مضغوط 6 جيجا انت قاعد تحمل، يعني مضغوط وشي مواقع وشي قنوات في التليجرام وشي صور من هنا. المهم حملت الكورس كامل الحمد لله، قعدت اتابع. قال لك لازم يبقى عندك موقع خاص بيك. تشتري منين يا واد يا ابو حميد؟ تشتري منين؟ رحت مشتري من موقع مش عارف اسمه ايه، تنجر كده. المهم يعني انا مش هقول لكم عشان ما يبقاش دعايه للموقع. الموقع سهل للامانه، يعني سلافيا الحمد لله. اشتريت موقع كلفني بتاع 2000 جنيه، وقعدت بقى لخبط. اشتري دومين، اشتريت. اشتري شهاده تامين، اشتريت. اشتري ساعه زي اللي فيه، اشتريت. المهم قعدت كل اللي يجي قدامي اشتري اشتريه. كريدت كارت اهو يا معلم، عندك مكنه؟ اثريني بقى ايه مسجل الفيزا بتاعتي عندهم، وكل ده اتخصم من الفيزا الحمد لله. المهم مش دي القصه، نرجع تاني لموضوع الكورس بتاع التجاره الالكترونيه. ما انا هجيب بقى يعني هقفش فلوس بالدولارات بعد الخيبه اللي انا خبتها في اليوتيوب. هنقفش من هنا بقى متجر الكتروني وتبيع بقى شيء خواتم زي ده، ساعات زي ده، قمصان، ميكروفون زي اللي انا بكلمكم فيه حقير. مهم يعني جبت الكورس خلاص بقى يا واد، عملت اكستراكت، فكيت الضغط عن الكورس بتاعك بقى وهتقعد تذاكر. مع اول فيديو اهميه ان تمتلك موقع، ويا دار بفتح لقيت الراجل ده اجوتي لا غيزيد لنا ان سيت ويب. دونك ما بين هاد لي فالور اجوتي، وكيف ما تعرفنا الاخوان في المحور الاولاني على ان لا جيستيون لو سويفي من اهم. تخيل بقى يعني امتى مكتوب باللغه العربيه، والله والله كان مكتوب وانا بحمله اول كورس للتجاره الالكترونيه باللغه العربيه. انا دخلت يا اخواننا بقى وفتحت الفيديو زي ما انتم شفتوا كده، ولقيت الراجل بيقول كلام محتاج ترجمه. هو في كلام يعني انا من بعيد سامع كلام عربي، والله يعني الراجل والله بيقول كلام عربي اهو. وكيف ما تعرفنا الاخوان في المحور الاولاني على ان لا جيستيون لو سويفي من اهم المحاور لما بس يعني ما فهمتش ولا حاجه. الحمد لله دي كانت تجربه مريره جدا، امر من تجربتي مع اليوتيوب او ان انا اتعلم مونتاج. حاولت كتير اتعلم مونتاج، ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا يعني بقيت كويس فيها على قدي تمام. بس المشكله هنا في التجاره الالكترونيه ان هي طلعت صعبه جدا، انت محتاج مترجم عشان تفهم التجاره الالكترونيه، علشان تجيب مهندس يعمل لك موقع، علشان مش عارف ليه. بس دي حاجه ان شاء الله يعني اتمنى لكم كل التوفيق. اي حد عايز يخش مجال التجاره الالكترونيه ما يعني هات كورس عربي بالعربي، ما تجيبش كرسي يا جماعه العربي اللي انا بتكلمه ده العربي البلدي بتاعنا، ماله ليه اروح اجيب عربي من الجزائر؟ عربي من الجزائر بيتكلم كلمه واحده عربي و15 فرنساوي و92 انجليزي، مش هتفهم. في خلطه كده بتتعمل عندهم غريبه، ما تفهمش ده بقى بيتكلم مغربي، ده بيتكلم جزائري، ده بيتكلم لغه تاني، لكن ده مش عربي. انا من موقعي ده بقول لكم ان اللي انا سمعته ده واللي انتوا سمعتوه من شويه ده لا يمكن يكون عربي ولا دي طريقه تعليم. انا اسهل لي اروح اتعلم من واحد هندي بيتكلم انجليزي مكسر، ولا اني اتكلم من واحد عربي بيتكلم فرنساوي لبلب.
انا مش فاهم، انا حضرتك انا مش فاهم، سبت التجاره الالكترونيه وسبت اليوتيوب. يعني اتمنى لكم كل الصحه. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم على الطريقه الحقيقيه والفعاله واللي انا استخدمتها شخصيا عشان تزود ساعات المشاهده وتحقق ال 4000 ساعه على اليوتيوب. شكرا. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.